تعتبر الملكية ظاهرة غريبة تمزج بين الخيال والواقع. إنها حكاية سندريلا، لكن هذه المرة الأمير حقيقي. كان فيليب أميراً مفلساً ذو حياة غير عادية. لم يكن فيليب يونانياً، كانت العائلة المالكة اليونانية ذات أصول دنماركية. لا عجب أن تقع فتاة صغيرة في حب ذلك الفايكينغ الأشقر والوسيمة. كان عليه أن يقدم تضحيات من أجل إثبات وجوده. كان اللورد ماونت باتن أحد المتآمرين في تنصيب الأمير فيليب. لقد غيروا اسمه ودينه ووضعوه في البحرية البريطانية وجعلوه مواطناً بريطانياً. الأمر لا يهم، يكفي أن يثبت حضوره، لكن هذا لم يكن أمراً ممتعاً بالنسبة لشخص نشط مثله. في البداية اعتراه شعور بأنه ليس مؤهلاً لأمر كهذا، جعله هذا يشعر بنوع من التوتر. كان الأمير فيليب متقلب المزاج، يمكنه أن يصرخ في وجهك، يحب النقاشات البناءة. كان فيليب منضبطاً، لقد كان ديناميكياً، ذكياً وذو خيال واسع. لقد كان رجلاً مقداماً ورجل العمل. كل ما فعله كان بدافع قوة الإرادة. لقد أقلع عن التدخين يوم زفافه. لقد كان جذاباً، يمكنه الحصول على أي شيء. كان ماضيه هو التحدي الأكبر. لقد كان حامي المنزل ورب الأسرة. لم يكن يستصيغ شخصية تشارلز، وهذا كان أمراً مزعجاً بالنسبة له. ينتمي الأمير فيليب إلى جيل لا يشتكي من طفولته، جيل يستمر في الحياة بما توفر لديه من إمكانيات. الأمير فيليب حاكم من خلف الستار. تقدم فيليب دوق أندنبرا بطلب الزواج. أثناء نهوذه قبل خد الملكة ولمس تاجها، علامة على استعداده لمساعدتها على تحمل أعباء الحكم. على الرغم من كونهما من أحفاد الملكة فيكتوريا، إلا أن جذور دوق إدنبرا هي جذور ملكية بامتياز، أكثر ملكية حتى من الملكة نفسها. الملكة تنحدر من طبقة الأرستقراطية من جهة، ومن العائلة الملكية من جهة أخرى، لكن دوق إدنبرا ينحدر فقط من سلالة الملوك والأباطرة والقياصرة. ولدت الأميرة أليس باتنبورغ، والدة الأمير فيليب، في قلعة وينستور عام 1885 بحضور جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا. لقد كانت من نسل الأميرة المتوفاة أليس من هيسن، التي تبنت ملكة فيكتوريا والدتها فيكتوريا باتنبورغ. لقد كانت شخصية شديدة الذكاء. ورث الأمير فيليب عنها العديد من الصفات، مثل الاهتمام بالخدمة العامة والبيئة والأمور الروحية. لقد عاشت حياة صعبة، لا سيما خلال الحرب العالمية الأولى، حيث قتلت في روسيا عمتها تسارينا والدوقة الكبرى إيلا. بالرغم من إصابتها بالصمم، إلا أنها كانت فتاة ذكية وجميلة جدا. كان والد فيليب يملك حقا طبيعيا في الملك. فضل اليونانيون الخضوع لحكم العائلة المالكة الدنماركية بدلا من العائلة المالكة اليونانية. كان الأمير فيليب أميرا على اليونان، رغم أنه لم يكن متعاطفا مع اليونانيين بسبب قتل جده هناك. كان المنفى قدر العائلة المالكة اليونانية. قال أحد ملوك اليونان بأن الشرط الأساسي لكي تكون ملكا على اليونان هو أن تكون متأهبا دوما للسفر. تزوجت الأميرة أليس من الأمير اليوناني أندرو، وذهبت لتعيش معه في اليونان. أنجبت 4 بنات وولد. الأمير فيليب ولد هذا الأخير في منزل يدعى مونروبو في جزيرة كورفو.
أطلق على المولود الجديد اسم فيليبوس أندريوس غلاكسبرز أمير اليونان والدنمارك. بعد ولادته ساءت أحوال العائلة المالكة اليونانية. تم القبض على الأمير اليوناني أندرو وتمت محاكمته محاكمة صورية بتهمة الخيانة. لقد تمكنوا من الهرب بمساعدة البحرية الملكية البريطانية ولجأوا إلى ضواحي باريس حيث عاشوا هناك لمدة 7 سنوات. عاش والدا فيليبا الحاجة والعوزة، كان يعتمدان على مساعدة بعض الأقارب الأثرياء مثل العمة إدفينا ماونت باتن زوجة اللورد ماونت باتن التي تكفلت بمصاريف تعليم الأمير فيليب. سافر والده إلى جنوب فرنسا حيث كانت له علاقة مع عشيقة على متن يخت. أصيبت والدته بانهيار عصبي وانتهى بها الأمر في مصحة نفسية في سويسرا. لم يكن الأمير اتصال بوالديه، حتى في المناسبات لم يكونوا يتبادلون بطاقات التهنئة. عندما سألت الأمير فيليب عن ذلك قال بأن الأمر لم يكن مهما. كان الأمير فيليب يكون الاحترام لوالده، لكن عندما كنت بسدد كتابة السيرة الذاتية لوالدته كان يغضب كلما ذكرت والده. لقد حاول إقناعي وبدون جدوى بأن والده كان أبا جيدا. أثناء وجوده في المنفذ في باريس كان والده يتردد على نزل ريتس حيث يلتقي مع الأصدقاء. أفراد العائلة الملكية لا يحبون البقاء في المنفى، بل يريدون خدمة بلدهم ويشعرون بخيبة أمل شديدة إذا لم يفعلوا ذلك. في أحد صفحات الكتاب كتبت: تخلى الأمير أندرو عن دوره كزوج وكأب. علق الأمير في هامش الكتاب وكتب: هذا هراء، لقد كنت أقضي معه كل صيف عطلة لمدة 3 أيام. لقد تخلى والده عن دوره كرمب للعائلة. اتجهت والدته إلى الرهبنة، بل وأصبحت بالفعل راهبة. إنها قصة غريبة الأطوار. كان الأمير فيليب ابناً مطيعاً، وكانت له علاقة وثيقة بأمه، حيث كان يبعث لها الرسائل باستمرار يصف فيها الأشياء التي كان يفعلها. في سنواتها الأخيرة ذهبت أمه للعيش في قصر باكنغهام، حيث كان عمه اللورد ماونت باتن يناديها أليس في القصر. قال لي الأمير فيليب: كان أبي دائم الغياب وكانت أمي مريضة وكان علي يتجاوز كل ذلك. أصبح فيليب لاجئاً عند أقاربه. كان لعائلة الأمير فيليب الكثير من الأقارب الأثرياء، ولكن شخصياً لم يكن لديه المال على الإطلاق. لقد وصل الأمر إلى حد وضع الورق المقوى في نعل حذائه لكثرة الثقوب الموجودة داخله. لقد كان بالفعل شخص فقيرا، إلا أن ذلك لم يزعجه ولم يزعزع ثقته بنفسه. نشأ فيليب في أحضان عماته وأعمامه وأبناء عمومته وأخواته. كان عليه أن يثبت وجوده وقد أبلى بلاء حسنا في ذلك. لقد عاش بالفعل طفولة صعبة، والدليل على ذلك ما كان يدونه في سجل الزوار خلال حضوره كضيف إلى إحدى الحفلات في 30 القرن 20 والتي رأيت شخصياً البعض منها. كان يضع اسمه في قائمة الزوار ثم يقوم بكتابة العبارة التالية في خانة العنوان بدون إقامة ثابتة. لقد كان يعي بكونه لا يملك مسكناً ثابتاً. كانت جدته فيكتوريا زوجة لويس أمير بيتنبورغ ثم لاحقا فيكتوريا ماركيزة ميلفورد هافن مركز الاستقرار في بداية حياته بظل عدم مبالاة والديه، هي التي اقتنت له الملابس للمدرسة. ساهم التعليم في تشكيل حياة الأمير الشاب. زاول الأمير فيليب تعليمه في مدرسة بمدينة بادن في ألمانيا حيث كانت تعيش إحدى أخواته. كان مدير المدرسة هناك اسمه كورت هان، وقد تنبه إلى ما يحدث في ألمانيا وصعود النازية، لذلك قرر نقل المدرسة إلى غوردونستون في اسكتلندا. كانت غوردونستون مدرسة داخلية اسكتلندية تركز على اللياقة البدنية والمبادرة والانضباط الذاتي.
لقد تأقلم مع أسلوب الحياة الذي يجعل الناس مواطنين صالحين ومسؤولين. لقد كان دائما من المتفوقين في دراسته وخاصة في الرياضة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لمدارس الأولاد في بريطانيا. لم تكن مدرسة غوردون ستون مناسبة لجميع الأطفال، ولا سيما لابنه تشارلز أمير ويلز، لكنها كانت حتما المدرسة المناسبة للأمير فيليب. بينما وجد فيليب نوعا من الاستقرار، تم تعميد الابنة الرضيعة للدوق والدوقة يورك باسم إليزابيث ألكسندر ماري، وتم الترحيب بها باعتبارها طفلة الإمبراطورية. ستصبح هذه الطفلة ملكة بعد تنازل عمها الملك إدوارد الثامن على العرش. عاشت الملكة طفولة بريطانية شاعرية وعلى غاية من المثالية. كانت تعيش مع شقيقتها الأميرة مارغريت روز في ظل عائلة صغيرة مثالية ومحاطة بالحب. والدان يعيشان في حب، أب وأجداد مثاليين. لقد كان قدرها أن تصبح ملكة. منذ صغرها كانت إليزابيث ترافق والديها في الجولات والزيارات الملكية. في عام 1939 قام الملك برفقة الملكة والأميرات بزيارة إلى الكلية البحرية الملكية بمدينة دارتموث. الآن يبلغ فيليب 18 عاماً وقد تخرج من جامعة غوردون ستون. لقد كان للورد ماونت باتن تأثير كبير على مجريات الأحداث. أعتقد أن اهتمامه بفيليب قد زاد مع إمكانية زواج هذا الأخير من الأميرة إليزابيث. رتب ماونت باتن لانضمام ابن أخيه إلى الحفلة الملكية في دارتموث. كان الأمير فيليب يعتني بالأميرات أثناء قيام الملك بواجباته. كان حباً من النظرة الأولى لبنت عمرها 13 عاماً. لقد تباهى قليلاً في الحفلة وبدا وسيماً جداً. نرى فيليب مرتدياً الزي العسكري ويقف على بعد خطوات قليلة من العائلة المالكة. هذه هي المرة الأولى التي تم فيها تصويره هو وإليزابيث معاً. كان الأمير فيليب خفيف الظل وذكياً ووسيماً جداً. لقد كان جذاباً جداً ولطيفاً للغاية. لا عجب أن تقع فتاة صغيرة في حبه. لقد كان ذلك الفايكنج الأشقر والوسيمة. عندما أبحروا قام فيليب بتجذيف بقربه خلف بارجة الملك مودعاً وملوحاً لهم بيديه. لقد تصرف بشكل غير لائق. بدأ الشابان في تبادل الرسائل. كانت هناك فارق بينهما. حظيت الأميرة إليزابيث بتربية محافظة، بينما كان الأمير فيليب شخصا غير ملتزم ويعيش حياة غير تقليدية. كان لدى المؤسسة الملكية شكوك حول مدى ملائمة فيليب للأميرة. لم يكونوا مناهضين لفيليب، بل كانوا مناهضين لكونه لم يكن جزءا من المؤسسة البريطانية. كان سليل عائلة ملكية، ولكن بماض عائلي صعب. أعتقد أن الملك جورج والملكة إليزابيث كان يفضلان زوجاً أرستقراطياً إنجليزياً أو إسكتلندياً ثرياً بدلاً من أمير فقير. وصل الأمير فيليب إلى قلعة بالمورال للقاء والدي الأميرة إليزابيث. دخل الغرفة وانحنى لأنه كان يرتدي إزاراً. كان يعتقد أن ما فعله سيقربه من أصهار المستقبل، لكنه في الحقيقة لم يجد الأمر مضحكاً على الإطلاق. لم يكن رجال الحاشية في القصر لطفاء تجاهه. اعتبروه غير متعلماً لأنه لم يدرس في كلية إيتون الشهيرة.
أخبرني أنه عندما ذهب للإقامة في قلعة ويندستور، قام الخادم بإرشاده إلى تاريخ غرفته، وقال له فيليب: تمهل، أنا أعرف الطريق، لقد ولدت أمي هنا. لقد ظنوا أنه كان بحاجة إلى الصقل، خاصة وأنه كان أجنبياً. شقيقاته تزوجن جميعاً من ألمان، اثنان منهما كانا نازيين، لذلك كان الأمر صعباً. كانت الملكة الأم تصفه بالهان، وهو أمر لا أعتقد أنه قد استصاغه. في البداية تزوجت أخته صوفي من كريستوف أمير هاسن الذي كان عضواً في الحزب النازي، وهو ما مثل بعد ذلك خيبة أمل لكل العائلة، خاصة وأن الكثير من الأمراء في ألمانيا قد وقعوا في قبضة هتلر. تزوجت أخته مرة ثانية من جورج ويليام أمير هانوفر. كانت لديه شقيقة أخرى تدعى سيسيل، تعيش في مدينة دارمشتات الواقعة جنوب غرب ألمانيا، ومتزوجة من الدوق الأكبر هناك. أثناء رحلتهما إلى إنجلترا لحضور حفل زفاف أختها مارغريت، اصطدمت الطائرة بمدخنة وسط الضباب في أوستوند، وقتل جميع من كان على متنها. كانت شقيقته سيسيل حاملاً في ذلك الوقت. يقال أن الطفل قد ولد بالفعل في الجو قبل تحطم الطائرة. سافر فيليب بعد ذلك مع والده إلى دارمشتات، حيث كان هناك الكثير من النفوذ النازي، وذلك لحضور جنازة أخته. لم يتقبل بعض رجال الحاشية في قصر بنكنغهام فكرة أنه كان ألمانياً، وهو أمر قد حز في نفسه عندما كان بصدد الزواج من الملكة. أصبح وجود روابط ألمانية داخل القصر أمراً غير مرغوب فيه. نحن الآن في حالة حرب، وسنواصل شن الحرب حتى النهاية. كان فيليب بحاراً جيداً جداً، لقد عمل في الجبهات الأوروبية وفي مسارح الحرب في الشرق الأقصى منذ بداية الحرب العالمية الثانية. أثناء خدمته على متن سفينة في البحر الأبيض المتوسط وخلال هجوم ليلي على 3 طرادات إيطالية، قام فيليب بتثبيت كشاف ضوئي على منصة قيادة سفينة معادية وأبقاه ثابتا حتى الانتصار في المعركة. كان هذا أعظم انتصار لبريطانيا على الإيطاليين في أعماق البحر. لقد أتقن عمله بشكل كبير. لقد شارك في معركة كيب ماتابن في اليونان، وعمل أيضا في الشرق الأقصى. لم يثنه الإعلان عن يوم النصر عن الاستمرار في أداء واجبه، وخاصة في الشرق الأقصى. تلقى فيليب الصليب الحربي اليوناني، بينما كانت إليزابيث تنتظر عودة صديق المراسلة هذا. خاض الأمير الشاب حرباً بطولية، وأعتقد أنه قد استمتع بذلك. كان كل الذين عملوا تحت قيادته يحبونه. لقد كان قائداً محنكاً ورجلاً جيداً أيضاً، ولقد توقع أن يستمر في فعل ما يحبه. لم تمر تصرفات فيليب البطولية دون صدى. بدا واضحا أن الأميرة الصغيرة بدأت تبحث عن الانطلاق والاستقلالية والاعتماد على نفسها أكثر فأكثر. خلال الحرب كانت الأميرة إليزابيث تحتفظ بصورة لفيليب بجانب المدفأة. قالت لها مربيتها: لا ينبغي أن يرى الناس هذه الصورة هنا، وإلا ستثرين الأقاويل. ذهبت إليزابيث وعادت بصورة أخرى للأمير فيليب وهو بلحية، وقالت: الآن لا أعتقد أن أحداً سيتعرف عليه. أعطى النصر لإليزابيث البالغة من العمر 20 عاماً فرصة لإعادة التواصل مع فيليب، في حين قام اللورد ماوتباتن بتسريع تنفيذ خطته لبطل الحرب الإنجليزية هذا. أصبح عمه مهتماً للغاية بمستقبل الأمير فيليب. تم تغيير لقب العائلة من غلاكسبورغ إلى ماونت باتن. غيروا دينه من الأرثوذكسية اليونانية إلى كنيسة إنجلترا، وجعلوه مواطن بريطانياً.
قام اللورد ماونت باتن بالترويج للزواج، وأصبحت علاقته بفيليب أكثر حميمية. حضرت الأميرتان إليزابيث ومارغريت روز حفل زفاف باتريشيا ابنة اللورد ماونت باتن. عند باب الكنيسة يقوم فيليب أمير اليونان وهو الآن الملازم ماونت باتن بالمساعدة في ارتداء المعاطف. في بريطانيا كان هناك قلق وامتعاض من كون فيليب هو جزء من الأمراء الألمانيين. كانت العائلة المالكة قلقة جدا بشأن هذا الزواج المحتمل، خاصة بعيد الإطاحة بالقيصر في روسيا. بالإضافة إلى أنهم لم يرغبوا في انتلاع المشاعر المعادية لألمانيا مرة أخرى بسبب اختيار إليزابيث لزوج المستقبل فيليب. رأى اللورد ماونت باتن خطراً يحدق بمستقبل فيليب. إنه اللورد يوستون، الصديق الحميم للملكة ودوق غريفون. كان على اللورد ماونت باتن إبعاد أي عقبة قد تقف أمام مستقبل فيليب. يقال بأنه قد سعى إلى ترقية اللورد يوستون، وذلك بإرساله إلى الهند. أمام رفض الملك السماح للشابين بالزواج، هددت الأميرة الفولاذية بالتنازل عن العرش إذا لم تحصل على أميرها. وقعت الكثير من النساء في حبه، إنه ذلك الشاب الوسيم والضابط البحري العظيم. بالتأكيد كان هناك بعض القلق في صفوف أفراد أسرة المالكة، لكني أعتقد أن فيليب كان جذابا للغاية وكان أيضا مخلصا لإليزابيث، وهو حسب اعتقادي ما رجح في النهاية كفته أمام الملك جورج. لقد كانت العائلة المالكة عائلة قوية ومتماسكة، وكان الملك يحب بناته حبا كبيرا. أمام هذا القلق من زواج ابنته فجأة من أول رجل وقعت في حبه، ولمزيد التريث قام الملك باصطحاب عائلته في رحلة إلى جنوب إفريقيا، لكنه أدرك بعد ذلك أن الأمر سيمضي قدما وخلافا لما كان يأمل، وهو ما حدث فعلا. بعد سنة من الانتظار تم الإعلان العلني عن الخطوبة. أنا سعيدة جدا لأن زوجي المستقبل بجانبي. لقد كانت سنوات الحرب قاسية، كانت لندن مدينة قذرة ومدمرة. فجأة سيتجوز هذان العشيقان وسيستمتع الناس بفرحة تلك العلاقة الرومانسية التي جمعت فيليب بإليزابيث. كان الجميع سعيدا. كانت الملكة الأم تأمل أن تتزوج الملكة واحدا من حراس غرينادييه، أي عنصرا من مشاة الحرس الملكي، والذين كانوا بالفعل غاضبين ولم يقبلوه كعقيد في الفوج عام 1952. لقد أقنع على تدخيني في صباح يوم زواجه. أمسك فيليب بسيجارته وقال: هذا قراري الأخير، لن أدخن أبدا بعد الآن. هذا هو الأمير فيليب، ذلك الإنسان ذو الإرادة القوية والمطلقة. رغم القوانين الصارمة بشأن اللباس خاصة في مثل هذه المناسبات والتي لم يكن من السهولة تجاهلها، إلا أن حفل الزفاف كان مليئا بالألوان، وهو ما بث الأمل في نفوس الجميع. لم تتم دعوة أي من الأخوات الثلاث الباقيات على قيد الحياة لحضور حفل الزفاف، لكن ولحسن الحظ كنا حاضرات عند تتويج الملكة إليزابيث الثانية بالعرش عام 1953. أرسل غاندي مفرشا للمائدة صنعه خصيصا للملكة. اعتقدت الملكة ماري جدة الملكة إليزابيث بأنه قد أرسل مئزره، وقالت: ما هذا؟ إنه أمر مثير للإشمئزاز. حصل فيليب وإليزابيث على الألقاب الجديدة دوق ودوقة إدنبرا. إذا تمعنا في صور الزوجين خلال شهر العسل في منزل اللورد ماونت باتن في برودلاندز سنلاحظ حبا كبيرا. كان الأمير فيليب يردد في كتابته بأنها امرأة جميلة جدا.
أصبح قصر كلارنس في لندن هو المقر الملكي. لقد منح الزواج الأمير فيليب استقرارا كبيرا على الرغم من نفيه الدائم وقوله إنه كان دائما بخير. لقد أعطاه الزواج منزلا ومكانا يكون فيه بصحبة أصدقائه. في خضم دوامة الواجبات البحرية والجهود الدبلوماسية والارتباطات الخيرية، أنجب الزوجين الطفلين تشارلز في عام 1948 وآن في عام 1950. كان عليه كبح الكثير من الأشياء التي كان يفكر فيها أو يود القيام بها حتى وصول الملكة إلى العرش. كانت الملكة ذات 26 عاماً مشغولة بشؤون الدولة وكان لديها طفلان. لذلك ورغم وجوده في البحرية، عمل فيليب خلال السنوات الأولى من الزواج على تولي مسؤولية تربية الأطفال. لقد كان الأمر يشبه إلى حد كبير ذلك الزواج التقليدي القديم حيث يتخذ الرجل جل القرارات. كانت تلك هي الطريقة التي نشأت بها الملكة والتي ستكون عليها مستقبلاً. لقد أحب فكرة تربية الأطفال. كان يحب اللهو مع الأمير تشارلز في حمام السباحة في قصر باكنغهام. لقد قضيا أوقات ممتعة إبان تواجد الأمير فيليب في البحرية في جزيرة مالطا. كان يستمتعان بمباريات ورقصات البولو في فندق فينيسيا. كانت الملكة تعتبر مالطا وطنها الثاني. هناك يمكنها أن تتجول بسيارتها الصغيرة، يمكنها التسوق بحرية والذهاب إلى السينما ومشاهدة الأمير فيليب وهو يلعب البولو. في مالطا كان يشعران بأنهم عائلة شابة وعادية. فجأة تغيرت الأحوال. توفي الملك جورج السادس فجأة بينما كان فيليب وإليزابيث في جولة في كينيا. من قصر ساندرينغام تحدثت الملكة الأم مع ابنتها عبر الهاتف. هنا يرقد جسد الملك المحبوب الذي اختطفه الموت فجأة من بيننا. بوفاة ملكنا جورج السادس طيب الله ثراءه، أصبحت الأميرة إليزابيث ألكسندرا ماري الملكة إليزابيث الثانية ملكة هذا العالم. الآن أصبحت إليزابيث ملكة. كان خبر الوفاة بمثابة صدمة كبيرة وفقا لما ذكره مايكل باركر السكرتير الشخصي لفيليب. لم يعتقد كل من باركر ولا الأميرة أن الملك سيموت. لقد توقعوا 10 سنوات أخرى من الحرية الزوجية قبل أن تتولى الأميرة مقاليد الحكم الملكي. لقد انتهت فترة السعادة هذه. كان يأملان في أن يستمر في العيش كزوج وزوجة، كضابط بحري وزوجة حتى عام 1960 تقريبا. لكن جرت الرياح بما لا يشتهيان. كان على فيليب أن يتخلى عن حياته المهنية وهو ما مثل انتكاسة كبيرة بالنسبة له، وكان عليه أن يتكيف مع هذا الدور الجديد الذي لم يتم اختباره بعد. لقد وجد نفسه في منطقة غير مألوفة بالنسبة له. منح فيليب ألقابا احتفالية بصفته قارن الملكة. ربما تكون هذه واحدة من أكبر النكسات التي واجهها في حياته، لأنه كان يكره الحصول على أي تقدير إلا إذا تمكن من إثبات أنه يستحقه بالفعل. الآن أصبح فجأة أميراً للأسطول البحري ومارشالاً للقوات الجوية الملكية. لم يتقبل كل ذلك ويمكن يتفهم سبب ذلك. لقد ارتقى عمه اللورد ماونت باتن كل الرتب ليكون رئيساً للبحرية، نفس الأمر مع جده، وكان الجميع يتوقع أن يخطو الأمير فيليب على هذا المنوال، خاصة وأنه قد كان بالفعل مهيئاً لذلك. أعتقد أن كونه قارن ملكة إنجلترا هو أيضاً دور مهم. زاد عبء العملية على إليزابيث بعد أن أصبحت ملكة.
لم يكن مسموح للملكة بموجب الدستور أن تعرض أو تناقش شؤون الدولة مع الأمير فيليب أمير المملكة المتحدة الذي لم يكن يحق له الاطلاع على أي وثائق حكومية رسمية. يوما ما سألت دوق إدنبرا: هل تعرف ماذا عليك فعله؟ قال لي: لا، ليس لدي أي فكرة، إنهم يقولون لي ما لا يجب أن أفعله وليس ما علي فعله. كان الأمر أسهل بالنسبة للملكة إذ كانت الأمور تسير بشكل طبيعي وسلس. لقد كان لديها مستشارين، السكرتير الخاص لوالدها ورئيس الوزراء وينستون تشرشل، هذا الذي كانت تجلس في حضنه الطفلة إليزابيث في عشرينيات القرن الماضي. لقد سيطر هذان الرجلان العجوزان على الملكة ذات 26 عاما، في حين تم تهميش واستبعاد الأمير فيليب. كانت الملكة امرأة خجولة جدا، تخيل مئات الأشخاص يرصدون تحركاتك، يراقبون ما ستقوله وأية ملابس سترتدي وماذا ستفعل. لقد ساهم وجود فيليب إلى جانب الملكة في التقليص من حدث هذا الشعور. أتاح تتويج الملكة الجديدة فرصة مبكرة لفيليب لإظهار قدراته. يحتضن قصر القديس جيمس اجتماعات لجنة التتويج برئاسة دوق إدنبرا. سارت الأمور على ما يرام بفضل التخطيط الذي قام به فيليب قرين الملكة. كان الأمير يتمتع دوما بروح الدعابة. في حفل التتويج مثلا، وبعد أن أقسم الولاء للملكة قال لها: من أين حصلت على هذه القبعة؟ لقد كانت الشخصية المثالية بالنسبة لها، لأنه كان يجعلها تسترخي باستخدام النكت، وكان يجعلها تضحك حتى في بعض اللحظات المهمة والخطيرة. اجتمعت العائلة المالكة معا على شرفة القصر لتلقي التزكية من الرعاية في يوم التتويج. شعر فيليب بالإحباط بسبب محاولة المؤسسة البريطانية كبح نفوذه. عندما اعتلت الملكة العرش، أصر تشرشل بصفته رئيس الوزراء على أن لا يحمل أبناء الأمير فيليب لقب ماونت باتن. تجاوز عم فيليب اللورد ماونت باتن كل الحدود. خلال العشاء تفاخر اللورد ماونت باتن قائلا بأن عائلة ماونت باتن تحكم الآن في هذه الأرض. بالأثناء ذهب الأمير إرنست إلى الملكة ماري وأخبرها بما سمع. استدعت الملكة تشرشل وعبرت عن استيائها من الأمر. كان تشرشل ذو شخصية قوية، وأعتقد أنه قد قام بتخويف الملكة وجعلها تميل إلى تسمية أبنائها باسم سلالة بيت وينستور. كان اختيار تشرشل ذكيا نظرا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه السلالة. بالطبع كان هذا اسما مختلقا تم اختراقه في عام 1917. يقال إن الأمير فيليب كان منزعجا لأن معظم الرجال كانوا يطلقون ألقابهم على عائلتهم. لم يغفر فيليب لعمه ما فعله، وسرعان ما تدهورت العلاقة بينهما. لقد تذمر وقال: أنا لست سوى جرثومة أميبيا دموية. اشتكى من كونه الرجل الوحيد في العالم المسيحي الذي لم يأخذ أطفاله لقبه. كان أيضا غير سعيد بالقيود المفروضة على ما يمكنه فعله أو قوله. كان رجال الحاشية في المدرسة القديمة في قصر باكنغهام غير ودودين معه على الإطلاق. ظنوا أنه سيكون وزير نساء، ولم يقدروا آراءه وأفكاره حول التحديث. لقد كان شابا ذكيا حادا صاحب رأي. لم يعجبه النظام في قصر باكنغهام، إذ وجد أن عادة ارتداء الخادم للشعر المستعار أمرا مثيرا للسخرية. كان يعتريه هاجس التغيير، رغم بعض الشكوك التي اعترته في فترة ما حول إمكانية فعله لذلك. أخيراً أتاحت الجولة العالمية لفيليب الهروب من قيود الحياة الملكية. ذهب الأمير فيليب إلى ملبورن لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أستراليا، ثم انتهز الفرصة للبحار مع أصدقائه على متن يخت ملكي لمدة 3 أشهر أخرى.
ذهب الأمير مع مساعده مايكل باركر في جولة لمدة نازت 6 أشهر. بالطبع فتح هذا باب الأقاويل أمام وجود مغامرات جديدة للأمير. انتشرت التكهنات في الصحف خاصة في الخارج بأن الزواج في مأزق كبير. يمكنني تشبيه الأمير فيليب بذلك الذكر المهيمن داخل القطيع. كان رجلاً عظيماً لأنه يستطيع التسكع مع الرجال ويكون رجلاً، لكنه كان أيضاً عاشق ومعشوق النساء. كان بإمكانه استمالة النساء وجعلهن يبتسمن. لقد اتهم الأمير فيليب مراراً ولا سيما من قبل الصحف الفرنسية في الخمسينات من القرن الماضي بأن إعجابه يتجاوز أحياناً مجرد النظر ليصل إلى اللمس. في أوائل الستينيات كانت هناك بعض الشائعات بأن الأمير فيليب كان يلتقي بالعديد من النساء في ملهى في لندن يعرف بنادي الخميس. لقد كان هناك الكثير من الحديث عن العربدة داخل نادي الخميس هذا، والتي أعتقد أنها كانت مجرد أمسيات لشبان مخمورين. كتبت قصص كثيرة عن النساء اللواتي زعم بأن فيليب قد تورط معهن. بلا شك لقد كان مهتماً بالنساء الجميلات وكان يحب صحبتهن. كان هناك الكثير من الشائعات، لكن المشكلة هي كيف يمكنك معرفة نوع العلاقة؟ هل هي مجرد صداقة؟ أم هي علاقة جسدية؟ أم هي بداية انجذاب؟ هذه هي المشكلة. كان للأمير فيليب طريقته الخاصة في التعامل مع الاتهامات. كان يكرر القول: كيف يمكنني أن أفعل ذلك وأنا دائماً محاط بالناس ويصاحبني الحرس؟ في النهاية لم يكن هناك أي دليل قاطع على أن لديه علاقات غرامية. كان الأمير فيليب من الأشخاص الذين ينظرون إلى البضائع ولا يشترونها. ها هو جلالة الملك بجزيرة نائية في وسط المحيط الهادئ، محاطا بسيدات الجزيرة في أجواء احتفالية. في منتصف جولته البحرية يتم رفع دعوى قضائية ضد الكابتن مايكل باركر سكرتير الأمير فيليب من قبل زوجته، متهمة إياه بالزنا ومطالبة بالطلاق. كانت مثل هذه الشائعات رائجة في ذلك الوقت. مثال ذلك ما تم الترويج له حول علاقة الملك إدوارد الثامن مع ويلس سيمبسون. كانت الصحافة الأمريكية مهتمة بمثل هذه الأخبار، وهي التي نشرت المقالات والآخر حول الرحلة البحرية لفيليب. دفعت كل هذه الشائعات بقصر باكنغهام لإصدار بيان حول الحالة الجيدة لزواج الملكة من الأمير فيليب. لكن الأهم من ذلك أن الملكة سافرت إلى البرتغال لمقابلة فيليب قبل عودته إلى المملكة المتحدة. وأعتقد أن هذا كان تفنيداً لكل الشائعات وإظهاراً بأن العلاقة الزوجية على أحسن ما يرام. افترضت الملكة أنه أطلق لحيته أثناء غيابه، لكنه ظهر في الواقع بلحية مزيفة من نوع آخر. رغم كل ذلك يبدو أنهما قد قاما بتسوية خلافتهما على التو. بعد 4 سنوات فقط ولد الأمير أندرو ثم الأمير إدوارد. أصبح الأمير أندرو يكنى بالطفل الحب لأنه ولد في خضم تلك الأزمة. عقب هذه التجربة أخذ الأمير موقفاً من الصحافة. لم يكن الأمير فيليب يحب وسائل الإعلام ولم يرغب في الدخول في أي نوع من الحوارات، لذلك كان يبدو دائماً بملامح غاضبة. لقد تعاملت بشكل جيد للغاية مع الصحافة، وهذا ما أفعله عادة، لكن أحياناً هناك بعض الأشياء التي يقومون بها والتي لا تروق لي. لقد كان يغادر المكان بمجرد أن يسأله أحدهم سؤالاً غبياً. مرة سأله صحفي: كيف كانت رحلتك؟ أجابه: هل سبق لك أن ركبت طائرة؟ فقال الصحفي: نعم. فقال له فيليب: إذن إنه نفس شعورك. أو أن يسأل: كيف تشعر اليوم؟ فيجيب: هل أبدو مريضاً؟ استخدم الأمير فيليب نفوذه واتجه نحو العمل الخيري الذي يحبه.
قال الأمير فيليب بأنه لا يشعر بالاستياء من خسارة حياته المهنية، لكنه كان يعلم أن عليه أن يجد شيئاً آخر ليفعله. خدمته وتواجده بجانب الملكة لم يمنعه من التفرغ للأشياء التي كان يحب فعلها. في أمريكا جمع الأمير فيليب مليون دولار للأعمال الخيرية لفائدة الأطفال. كان الأمير فيليب يحب العيش في الزمن الحاضر ويمقت النظر إلى الخلف أو البحث في الماضي. كان دائما يرن إلى الأمام باحثا عن حلول لقضايا ومشاكل ورهانات جديدة. بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية وبسبب النقص الشديد في المساكن، أرادت السلطات المحلية البناء على الحزام الأخضر. عارض الأمير فيليب وكورت هان مؤسس مدرسة جوردون ستون بدعم من الرابطة الوطنية للملاعب هذه الفكرة، مدافعين عن حق الأطفال في مساحة للركض والتنفس. في الحقيقة يعود الفضل بنسبة كبيرة في كثرة المساحات المفتوحة والمتنزهات في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى فيليب، وهو أمر لا يعرفه معظم الناس. كانت الرابطة الوطنية للملاعب أول مؤسسة خيرية وطنية شارك فيها عقب زواجه من الأميرة إليزابيث في عام 1947. ما أدهشني هو التزامه الشديد بالمهمة التي أنيتت إليه، إضافة إلى حرصه على التواجد فعليا في الرابطة. لقد كان مهتما بعلم النفس وخاصة بأعمال عالم النفس التحليلي السويسري كارل يونغ، والذي اعتبر أن الأشخاص السعداء في هذه الحياة هم الذين يهتمون بغيرهم، يهتمون بالعالم الذي من حولهم، بالعلم والطبيعة والفن. كان لدى فيليب تحفظات بشأن الأشخاص المشغلين فقط بالتفكير في أنفسهم واحتذان أنفسهم والتعامل بلطف مع أنفسهم. كان مهتماً باللياقة البدنية للشباب. قال ذات مرة إنه يشعر بالقلق من أن الأطفال في المستقبل لن يضطروا إلا إلى رفع السكينة والشوكة، وكان هذا قبل عقود من بدء انتشار ظاهرة السمنة. لقد كان لجائزة دوق إدنبرا تأثيراً على حياة الملايين من الناس. هناك يتم تدريس القيادة والزعامة. لقد كان أول شخص من العائلة الملكية البريطانية يتحدث عن الاكتظاظ السكاني وعن حفظ التنوع البيولوجي. كان يعلم أن بعض الأحياء سوف تنقرض إذا لم يتم حمايتها. كان الأمير فيليب رئيسا للصندوق العالمي للطبيعة لسنوات عديدة. كان يذهب إلى أي بلد في العالم ويقابل رؤساء الدول. ما قام به في مجال حماية الطبيعة يعتبر أمرا مذهلا. خفف العبء عن الملكة في إدارة العقارات الملكية، لأنه أدرك أن هذا هو الشيء الذي يمكن حقا مساعدتها فيه. كان بارعا جدا في إدارة عقارات قصور ساندرينغهام وبالمورال. كان أيضا نائبا لآمر قلعة وينستور، وهو ما مكنه من تقديم مساهمة كبيرة في الدفع نحو السكن المستدام. لقد استعاد الثقة بنفسه من خلال مشاركته الفعالة في عديد المشاريع وانخراطه في أنشطة أكثر من 830 منظمة. تم جمع 10,000 جنيه استرليني لبرنامج جائزة الدوق. لقد أحدث تحولا حقيقيا في حياة الناس، وكما قال لي ذات مرة، جمع التبرعات لا يتوقف أبدا. عندما تفاقمت أعباء الواجبات الملكية والخيرية، قرر فيليب الاهتمام بالعقارات الريفية للعائلة. كان للعائلة المالكة نوعين من الحياة. كان لديهم حياة العمل والواجبات، وكان لديهم أيضا حياة المتعة، والتي كان لي شرف تقاسم جزء منها مع جلالته. بدأت السلم المهنية من الدرجة السفلى وصولا إلى مرتبة السائق الخاص لعربة صاحب السمو الملكي دوق إدنبرا. كان الأمير فيليب يأتي من قصر باكنغهام لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والتمتع بركوب الخيل. لم تكن الخيول مهتمة بمن يكون هذا الشخص. في بعض الأحيان
كانت مطيعة، وفي بعض الأحيان الأخرى كانت متمردة. لقد كان فيليب سعيدا لأن هناك من يرفض تنفيذ أوامره. بالنسبة إليه كان ذلك نوعا من التحرر الروحي. لم يكن كل ذلك كافيا بالنسبة لفيليب. لقد ساعد في تحويل قيادة عربات الخيول إلى رياضة دولية ديناميكية. الأمر لا يصدق، زوج الملكة يقود عربة صممناها أنا وهو لرياضة هو من اخترعها لخيول قامت هي بتربيتها. إنه أمر مدهش حقا. لقد شاركنا في العديد من البطولات الوطنية والأوروبية والعالمية. حصل الأمير فيليب على ميداليتين برونزيتين وذهبية كجزء من قيادته للفريق البريطاني. لقد كان بالفعل منافسا وفارسا ممتازا. لفعل أي شيء مع الخيول عليك أن تكون محاورا عظيما وذو شخصية قوية، وهو ما لاحظته خلال المسابقات التي كنا نذهب إليها. أحيانا يسترجع الأمير فيليب قناع سلطة القائد البحري عندما يأمر الخيول بالمرور بعقبات معينة، في حين تأبى الخيول الذهاب إلى المكان الذي يريدها أن تذهب إليه. حتى بعد ربع قرن من الحكم لا تزال الملكة محط الأنظار أينما ذهبت. بينما حافظ فيليب على دوره الرئيسي كزوج للملكة. لا يمكن أن تكون طبيعياً مع الملكة. هناك خندق غير مرئي حولها، حتى أطفالها ينحنون لها عندما يقابلونها لأول مرة. ألقت الشهرة بظلالها على فيليب. عندما التقيت بدوق إدنبرا لأول مرة كنت متوتراً مخافة القيام بخطأ ما، إلا أنه جعلني أشعر بالراحة. لقد كان رجلاً نبيلاً. كان الدوق هو الشخص الوحيد على هذا الكوكب الذي بإمكانه معاملة الملكة كإنسان، لأنه ببساطة كان شريك حياتها وتوأم روحها وأفضل صديق لها. في إحدى المرات وبحضور عم اللورد ماونت باتن، اشتكت الملكة من أن الأمير فيليب كان يقود سيارته بسرعة كبيرة. قال لها فيليب: إذا تذمرت مرة أخرى بشأن قيادتي فسوف أطردك من السيارة. أذعنت الملكة وصمتت عن الكلام. عندما توقف قال اللورد ماونت باتن للملكة: لماذا تسمحون له بالتحدث معك بهذه الطريقة؟ قالت له: أعلم أنه كان سيطردني بالفعل من العربة. ذهبت ذات مرة مع الملكة ودوق إدنبرا إلى حفل استقبال الملكي. فجأة توارت الملكة على الأنظار وسط المدعوين. كان الأمير فيليب يراقبها من بعيد، وفجأة أدركت أنه كان يراقبها. نظرت إليه وابتسمت، فرفع فيليب كأسه باتجاهها. حينها أدركت أن هناك شيء مميز يجمع بين هذين الشخصين. كان فيليب يحب دوره الجديد كممثل لصاحبة الجلالة. أعتقد أنه قد أتقن هذا الدور الجديد. كان دائما أنيق المظهر. كان يرتدي ربطة العنق الملائمة لكل حفل أو مناسبة، ويحمل كما كان يفعل والده ملدينا في جيبه. إنه قادم من عصر هوليوود، من تلك الحقبة التي كان فيها الرجال يرتدون ملابس أنيقة للغاية. لن تراه أبدا يرتدي قميصا وربطة عنق وسترة. إنه من أولئك المشاهير الذين تراهم في المناسبات بربطة عنق بيضاء وأخرى سوداء وبدلة طويلة. لقد كان أنيقا جدا. كان لأسلوب فيليب في الحياة تأثيرا روحيا لدى البعض. هناك جزيرة في المحيط الهادئ كان سكانه يعبدون الأمير فيليب ويعتبرونه إلها.
إنه المكان الوحيد على وجه الأرض الذي يكون فيه أكبر من زوجته الملكة وصاحبة السيادة في كل مكان. كان دائما بقربها على بعد خطوتين منها. هنا هو معبود الناس. لقد رفض الحديث معي عن سلوك هؤلاء السكان المحليين الذين كانوا يعبدونه كإله. قال لي بأنه لا يريد أن يسخر الناس منهم وتصبح تصرفاتهم قصة مضحكة. بالنسبة إليه يجب أن احترم عادات وتقاليد الناس أينما كانوا وكيفما كانت. لقد أرسلوا له هدية تتمثل في كوتيكا لحماية القضيب، لكن رجال القصر فضلوا عدم إقحام الملك في مسألة ارتداء هذا القضيب من عدمه. كان اللقاء بأفراد من عائلة المالكة أمراً صعباً ومحرجاً. قال أحدهم ذات مرة إنه يشبه اقتلاع بذرة من أحد الأسنان. كان فيليب على علم بذلك. عندما كان يقف في الطابور لمقابلة الناس كان يفعل كل ما في وسعه لإضحاكهم، وعادة ما كان ينجح في ذلك. هذه هي الشركة الرائدة عالمياً في الكشف عن اللوحات الإعلانية أثناء عملها. كنت أشعر بمتعة كبيرة عند تتبع الملكة والأمير فيليب. كنت أراقبه من مسافة قريبة وأرى كيف يتفاعل مع الناس. عندما ذهبوا إلى مركز السبراني الوطني الذي كان يراقب أي هجمات نووية محتملة أو شبكات تجسس، سأل فيليب أحد الموظفين هناك: هل تتحدث الروسية أو الصينية؟ فقال له: لا. أجابه فيليب: آمل أن لا تقع مهاجمتنا عندما تكون أنت في العمل. في غانا سألهم: كم عدد النواب في برلمانكم؟ فقالوا: نحو 200. فقال: في برلماننا لدينا 650 نائبا ومعظمهم عديمي الفائدة. خلال حفل استقلال كينيا عن الإمبراطورية البريطانية سنة 1963، وعندما حان وقت رفع العلم الكيني، قال فيليب للزعيم الكيني جومو كينياتا: هل أنت فعلا متأكد من أنك تريد الاستقلال؟ لم يكن دائما الأمر مضحكا. في بعض الأحيان كان يرتكب بعض الأخطاء السياسية. كان يتحدث بتلقائية ويعطي بعض الملاحظات الغريبة، وغالبا ما يبتعد عن الهدف من المحادثة. قال لي ذات مرة أن حزنه يزداد كلما سافر إلى الخارج ورأى أن الصحافة البريطانية ستكون هناك، لأنه كان يعلم أنهم سيقضون الأيام الأولى في الرحلة في انتظار زلة لسان تكون موضوع قصة فيما بعد. كان لا يعتذر أبداً حتى بعد قيامه بأحد الزلات، وإذا رأيته في اليوم التالي فسوف يتصرف وكأن شيء لم يحدث. إذا كنت بصدد إجراء حوار أو محادثة وقام شخص ما بمضايقتك كأن يلمسك من الخلف بجهاز تسجيل، فسوف تشعر حتماً ببعض القلق. كان يسعى إلى إعادة تصورنا لدور وسائل الإعلام. غالباً ما كان يتعمد في مرحلة أولى إثارة غضب الناس ليقوم بعد ذلك بإضحاكهم. يجب أن تعرف طريقة تفكيره حتى تتفهم ما يقوله. لا توجد أساطير أو أي شيء من هذا القبيل حول دوق إدنبرا. ما نراه هو الأمير فيليب، وتلك هي حقيقته. لقد نصحت أحد الأشخاص حول ما يجب عليه فعله. أتمنى أنه قد عمل بالنصيحة. ربما كان آخر رجل يجيد استعمال النكت السياسية. أعتقد أن الكثير من الناس أعجبوا بذلك. دوق إدنبرا لم يهتم أبداً إذا كان الناس يحبونه أم لا. لقد جاء من عصر قاتل فيه ورأى فيه الأهوال.
كان يعتقد أن معظم الناس في العصر الحديث لهم حساسية مفرطة، وخاصة من النقد، وهو ما لا ينطبق عليه، إذ كان يعتبر تقبل النقد جزءاً من عمله. عندما ذهب إلى كندا قال لهم: إذا كنتم تريدوننا فنحن هنا، ولكن إذا كنتم لا تريدوننا فما عليكم سوى إخبارنا بذلك وسنذهب. قال بأن الناس يعتقدون أن وجود النظام الملكي هو أمر حتمي. هذا غير صحيح. إذا أراد الناس التغيير فما عليهم سوى التصويت بذلك، وهذا هو جوهر الديمقراطية. ربما كان نوعا من التجني التركيز على عبارته الذكية والهادفة وتجاهل مساهمته الفعالة في الحياة العامة. فرض الاهتمام العالمي مستوى من الحماية الأمنية. لم يكن الأمير فيليب يحب فرض القيود على حريته، وهو ما يفسر رفضه للحماية إلى حدود زواجه من الملكة. شئنا أم أبينا، كان الأمن مهماً. في عام 1979 قتل اللورد ماونتباتن في انفجار قنبلة تابعة للجيش الجمهوري الإيرلندي. عندما كنا في قصر ساندرينغهام وقلعة بالمورال، كنا نبتعد بعض الشيء إذا أراد فيليب الخلو بنفسه لبعض الوقت، أما إذا امتد سيارته لوحده فما كان علينا سوى قبول الأمر. لم يكن الأمير فيليب ذلك الهاجس الأمني، لقد كان رجلا قويا ونشطا. لم يمانع وجودي معه، خاصة عندما كنت أقول له: هل يمكنني أن أصاحبك كشخص مولع ومهتم بقيادة العربات وليس كوني حارسك الشخصي؟ لكن في بعض الأحيان كنت أؤكد ضرورة وجود حارس معه. في كثير من الأحيان كان يطلب من فيليب التكيف مع المخاوف الأمنية. كنا متعودين على قيادة السيارات في عطلات نهاية الأسبوع. في أحد الأيام قال لي: سنأخذ السيد ريغان في جولة بالعربة. حضر الرئيس الأمريكي رونالد ريغان وحرمه إلى المملكة المتحدة في زيارة الدولة. قدم الأمير فيليب للقيام برحلة في العربة التي تجرها الخيول. فجأة صاح وقال: اللعنة، لابد أن يكون هناك أفراد من المخابرات السرية في العربات. لقد كان الحراس الشخصيون يرتدون بدلات صغيرة، لا ترى رقابهم بل ترى فقط رؤوسا على الأكتاف. امتتى كل من الملكة والرئيس الأمريكي حصانين من كندا. أشارت حرم الرئيس الأمريكي إلى المخاريط البلاستيكية القريبة من العربة وقالت: ما هذا؟ أجاب الملك وقال: سأريكم الآن. وفجأة بدأ في السياقة بسرعة كبيرة. قلت في نفسي: رغم هذه الحماية الأمنية إلا أننا سنقتل زوجة الرئيس عبر هذه المخاريط. استنادا إلى الدستور، لم يكن الأمير فيليب أي دور رسمي، وكان الأمر متروك للملكة بشأن استشارتها له من عدمه. أما فيما يتعلق بشؤون العائلية الخاصة فقد كان له دور مهم. اطلع فيليب بدور رب الأسرة، دور عملت الملكة على احترامه وعدم انتهاكه. سيصبح تشارلز ملكاً في يوم من الأيام بصفته الابن الأكبر. على عكس علاقته بالأمير تشارلز، كان الأمير فيليب قريباً جداً من ابنته الأميرة آن والأمير إدوارد. لم يرى في تشارلز ما كان يسبو إليه، وهو ما كان يثير غضبه. سألت ذات مرة دوق إدنبرا عن علاقته بالأمير تشارلز. قلت له: يبدو أنكما متشابهان للغاية، تمشيان بنفس الطريقة، تتحدثان بنفس الطريقة، لديكم اهتمامات مشتركة مثل الطبيعة والبيئة. أوقفني وقال: لا لا، انتظر، نحن متشابهان، ولكن هناك فرق جوهري بيننا. تشارلز شخص رومانسي، أما أنا فإنسان براغماتي. وبالفعل كان الأمير فيليب براغماتيا وعمليا، يسعى دائما إلى إيجاد الحلول ولم يكن رومانسيا. نحن نتحدث عن شخصين مختلفين. أعتقد أن الأمير فيليب قد بالغ في حجم انتظاراته من الأمير تشارلز.
كلما جاء الأمير تشارلز بفكرة مشروع ما يتعلق مثلا بالهندسة المعمارية أو الزراعة أو نوعا من المبادرات الخضراء، كان والده يسأله دائما عن حيثية عمله وأسباب اختياره لهذا المشروع دون سواه. لقد كان يميل إلى جعل الناس يشرحون أسباب اختياراتهم للتأكد بأنهم بالفعل واعون لما يفعلون. في فترة ما ركزت وسائل الإعلام بشكل كبير على العلاقة الهشة التي تجمع الأمير تشارلز بوالديه. ككل عائلة هناك فترات تكون فيها العلاقات هشة، الفرق هو أننا أمام عائلة رفيعة المستوى، لا يمكنهم العطس دون الإبلاغ عن إصابتهم بالأنفلونزا، لا يمكنهم السعال دون الإبلاغ عن إصابتهم بالتهاب الشعب الهوائية. كل ما يفعلونه ويقومون به دائما يكون محل الأنظار ومصدر التساؤلات. مر الأمير تشارلز أثناء طفولته بفترة من الحزن. تحدث في سيرته الذاتية عن شعوره بالوحدة في عربته الصغيرة وهو طفل صغير. أعتقد أن الأمير فيليب كان سيجد هذا النوع من الاعترافات مخيباً لآماله وغير منطقي، لأنه ينتمي إلى جيل لا يشتكي فيه من طفولته، جيل يستمر في الحياة بما توفر لديه من إمكانيات. زاد حضور ديانا سبنسر من انتشار إخبار علاقات تشارلز على وسائل الإعلام. أعتقد أن هناك عدة نقاط تجمع بين ديانا وفيليب. كلاهما كان دخيلاً على العائلة المالكة، وكلاهما تزوج من العائلة المالكة. لقد كانت غريبة عن العائلة المالكة، لكنها لم تكن غريبة عن الأصول الملكية، لأنها كانت ابنة أحد النبلاء. إلى حد ما كان الأمير فيليب هو المسؤول عن زواج تشارلز وديانا. لقد ضغط بكل قواه على الأمير تشارلز للزواج منها، وطلب منه التوقف عن التردد واتخاذ قرار الزواج، بل وصل الأمر أن يقول له: لا يهم، يمكنك العودة إلى كاميلا إذا لم ينجح الزواج. بدأ مستقبل العائلة المالكة يتأكد مع زواج تشارلز وديانا وظهور ملك المستقبل ويليام. بدأت العلاقات بين الملكة وابنها أندرو تستقر تدريجيا. كان أندرو مجتهدا وجنديا ناجحا، وكان الابن المفضل للملكة. كان أندرو أيضا سعيدا جدا مع وجود فيرغي في حياته. وافق فيليب على اختيار سارة فيرغسون ذات الأصول الأرستقراطية والعاملة في مجال العلاقات العامة. رغم بعض الخوف من أن يقع انتزاع الأمير من أحضان العائلة، إلا أن فيليب على الأقل في البداية قد انجذب إليها بشكل كبير. سرعان ما تدهورت علاقة أندرو وسارة، خاصة بعد أن تم تصوير هذه الأخيرة وهي تستحم عارية الصدر فيما كان مستشارها المالي يمس أصابع قدميها. غضب الأمير فيليب كثيراً بعد انتشار خبر مس إصبع قدم فيرغي، بالإضافة إلى إيماءاتها غير اللائقة التي قامت بها في صيف عام 1992. اعتبر فيليب ذلك عاراً مس العائلة المالكة بأكملها. كانت فيرغي تنفق الكثير من المال وتسافر على الدرجة الأولى وتقوم بأشياء غير ملكية وبطريقة مهينة بعض الشيء. أصبح فيليب يتجنب لقائها، بل وصل الأمر إلى حد الترحيب بفيرغي في المنازل الملكية إلا عندما يكون الأمير فيليب بعيداً أو غير موجود. بقيت العلاقة بينهما متوترة ولم تتعافى أبداً. في الأثناء بدأت المشاكل تبرز بين تشارلز وديانا.
بدأت رحلة الكفاح من أجل التوفيق بين الواجبات الملكية وفارق السن بينهما. كان الأمير فيليب متعاطفاً مع الأميرة ديانا، وأعتقد أنه لم يوافق على الطريقة التي تتصرف بها ابنه تشارلز. كان يكتب لها رسائل لطيفة يصف فيها نفسه بالأب والملكة بالأم بالنسبة لها. تم تداول الكثير من الأخبار حول الدور الكبير الذي يلعبه القصر في تنظيم الزواج الملكي. كان القصر يحاول أن يلعب دوراً في زواج وارث العرش، لأن الأمر كان مهماً بالنسبة للبلاد وللنظام الملكي وللكومنولث. لقد قرأت الرسائل التي كتبها فيليب إلى أميرة ويلز، وقرأت أيضاً ردودها. كانت الرسائل مؤثرة جداً من كلا الجانبين. كان فيليب يحاول التواصل معها وإيجاد نقاط اتصال بينها وبين تشارلز، كقوله مثلاً: أنتما تحبان الأوبرا، لماذا لا تكثرين من الذهاب إلى هناك؟ قلت لها إن هذه الرسائل مساعدة وتنطوي على دعم كبير. قالت: هذا صحيح، لكني وددت أن تصلني هذه الرسائل بعيداً عن العلاقة المتأزمة مع ابنه تشارلز. أصبح فيليب منزعجاً منها أكثر فأكثر. قال لها: ديانا، يجب أن تتذكري أن الأمر يتعلق بك لوحدك، أنت جزء منا، والأمر يتعلق بنا جميعاً. في النهاية قالت ديانا: أنا أكره الأمير فيليب، أكرهه. في الغالب كان فيليب يحصل على كل ما يريد. أخبرتني ديانا أنه كان يصرخ أمام موظفيه، وأنها حذرت ويليام وهاري من التحدث بهذه الطريقة مع الخادم والموظفين. رغم ذلك، أعتقد أن للأمير فيليب مجموعة مخلصة من الخدم. عادة ما يكون نقده لاذعاً تجاه الموظفين في مكتبه، إلا أنه يأتي بعد ذلك ليطلبه بكل هدوء بإكمال ما أمر بالقيام به سابقاً. عندما أرتكب خطأً، كنت أحاول تفسير سبب ذلك، ولا أحاول الدخول في جدال معه. أحياناً كان يقبل ذلك، لكن أحياناً أخرى كان يقول: كان بإمكانك فعل ذلك بشكل أفضل. كان يفضل النقاشات البناءة بدلاً من تقديم الحجج والمبررات. بالنسبة له، كلما زادت حدة النقاش وليس الصراخ، كلما كان ذلك أفضل. على الرغم من مهارة فيليب في المناظرة، أعلنت ديانا الحرب. ظل الأمير فيليب يحث الملكة إليزابيث على التدخل وإيجاد حل لمشكلة ديانا وتشارلز. كان يقول لها: عليك أن تفعلي شيئاً ما. في مرحلة ما، تطور هذا الطلب إلى توبيخ مباشر للملكة لموقفها السلبي تجاه المشكلة. كانت الملكة تتعامل مع المواقف السياسية وغيرها استناداً إلى النصائح التي تتلقاها. كان هناك صراع داخلها بين إملاءات الواجب ورغباتها الشخصية. كتب فيليب رسالة يقترح فيها أن يعيش الزوجين حياة منفصلة مع الاستمرار في أداء واجباتهم الملكية، ولكن لسوء الحظ لم يكن هذا هو الرأي الذي اتخذه الزوجان. كانت الأميرة آن أول من خاض معركة الطلاق مع زوجها قائد الدبابة الكابتن مارك فيليبس. يعتبر الطلاق أمراً محزناً. كان فشل ثلاث زيجات ملكية أمراً صادماً ومزعجاً للغاية بالنسبة للعائلة المالكة البريطانية. أعتقد أن الأمير فيليب كان يفضل الطلاق بدلاً من نجاح الدعايات في المس بالنظام الملكي بأكمله. ولكن الآتي سيكون أعظم بالنسبة للقصر. وضعت وفاة ديانا العائلة المالكة تحت الأضواء.
انتقدت وسائل الإعلام الملكة والأميرة فيليب عدم عودتهما مباشرة بعد الحادث إلى لندن. في الحقيقة كان الأمر يعتمد على كيفية صياغة السؤال. إذا قلت مثلا: هل تعتقد أن الملكة والأميرة فيليب يجب أن يكون في لندن؟ سيكون الجواب: نعم بالطبع. لكن إذا طرحت السؤال بشكل مخالف وقلت: الملكة والأمير فيليب موجودان في قلعة بالمورال لدعم أحفادهما ويليام وهاري بعد هذه الفاجعة، هل تعتقد أنهما يفعلن الشيء الصحيح؟ وهنا ستكون الإجابة بالتأكيد نعم. عاشت الملكية بعيد فاجعة ديانا فترة صعبة للغاية. أعتقد أن وجود المؤسسة الملكية برمتها كان على المحك، لولا حكمة وإصرار كل من الملكة والأمير فيليب على تجاوز تبعات الحادث. احتفل فيليب وإليزابيث بالذكرى 50 لزواجهما بضعة أشهر فقط بعد وفاة ديانا. من أهم الدروس التي تعلمناها أن التسامح هو العنصر الأساسي لأي زواج سعيد، ولكم في الملكة أكبر مثال على التسامح والعطاء. بعد نصف قرن من توليه منصب دوق إدنبرا، طور فيليب من هوايات لاقت استحسان الملكة. كان مهتما بالعديد من الأشياء مثل العلوم والتكنولوجيا والصناعة، كان يهوى الفنون، كانت لديه مجموعة ضخمة من الصور التي كان يشتريها، كانت له دراية واسعة بعالم الطيور. كتب الأمير فيليب أكثر من 12 كتابا، كتب عن العلم وعن قيادة العربات وإدارة العقارات، كان مفتونا بعلم مقارنة الأديان، كان لديه أصدقاء من البوذيين والمسلمين واليهود، كان له لقاء خاص مع البابا يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان. إنه شخص لا يحب التحدث عن ذلك علنا. لقد درس الدين بعمق شديد، لديه مجموعة من حوالي 600 كتاب عن الدين، نشر 3 كتب عن الإيمان والبيئة. للأسف اعتبرها الكثير من الناس كتبا معقدة جدا ولم يطلعوا عليهم. لقد كان يتالع بينها من شديد حتى بعد بلوغه سن 90 عاما. كان يقرأ مجلة UFO الأمريكية حول الأطباق الطائرة. لم يقتصر اهتمام فيليب على الأوساط الأكاديمية. كان الأمير فيليب حريصا على لياقته البدنية، كان يواظب على تمارين رياضية مثل السباحة، قام بتطوير نسخته الخاصة من حمية نظام إتكينز، لم يكن يشرب الكحول بكثرة، لقد كان بالفعل منضبطا ذاتيا. عندما كان شابا كان يركض حول حديقة القصر مرتديا الكثير من القمصان. كانت الملكة تضحك من تصرفاته وتسأله عن سبب ارتدائه لتلك القمصان، فكان يقول: أريد أن أعرق. كان يحب الطيران واستمر في فعل ذلك إلى حدود الستينيات من عمره. كانت مسيرته مثالية في سلاح الجو الملكي البريطاني. إذا عرفت كيفية الطيران سيكون بإمكاني فهم الصعوبات التي يواجهها الطيار العسكري أو المدني. تم تغيير طائرة الملكة من طائرة ذات محرك توربيني إلى طائرة نفاثة. قال لي فيليب: يجب أن أقوم بترقية رخصتي حتى أتمكن من سياقة الطائرة. وبالفعل تعلم قيادة الطائرة النفاثة. هذا هو زوج الملكة. كان يستقل طائرة هليكوبتر من قلعة وينستور ويطير إلى برايز نورتون. يستقل طائرة النفاثة ويعود بعد ذلك بطائرة هليكوبتر. قلت له: سيدي، كيف تفعل كل هذا؟ أعلم أن قيادة عربة بأربعة خيول ليس أمراً سهلاً. أنت الآن تقود طائرة هليكوبتر وطائرة النفاثة، كيف يمكنك استيعاب وتعلم كل ذلك؟
قال لي: كل الأشياء متشابهة، أنت تحت رحمة العديد من الأشياء مثل الرياح، لا يمكنك التحكم في الطيارات الصاعدة ولا الطيارات الهابطة، يجب عليك أن تسير مع الطيار. إذا كنت سأصفه في كلمة واحدة سأقول إنه شخص يحب السير مع الطيار لطالما كان ذلك في مصلحته. عند بلوغ الطائرة ارتفاعاً معيناً، كان الأمير فيليب يترك غرفة القيادة للجلوس معنا. بالطبع كان يترك القائد ومساعده في غرفة القيادة. أتذكر ذات مرة كنا نقوم برحلة وكانت بصحبتنا مسؤولة من الصندوق العالمي للطبيعة. كانت خائفة من أن الأمير فيليب لم يكن في غرفة القيادة، وأمضت الرحلة بأكملها في مراقبة مقياس الارتفاع. تداركنا الأمر بعد ذلك بعد أن عرفنا أنها بالفعل كانت مذعورة. حتى مع تقدمه في السن ظل فيليب إلى جانب الملكة متخلياً عن العديد من هواياته الأكثر مغامرة. كانت الملكة والأمير فيليب حريصين على لعب دور الموفق والوسيط. كانا يحاولان دائماً دفع الأمور إلى الأمام وإزاحة العقبات، وهو ما شاهدناه مثلاً خلال الزيارات الرسمية في ألمانيا واليابان وإيرلندا. كان إرهابيو الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت هم المسؤولون عن وفاة عم فيليب اللورد ماونت باتن. على الرغم من وجود سبب شخصي قوي يمنع الأمير فيليب من التعامل مع الإيرلنديين، إلا أنه اعتبر أن النتائج ستكون أفضل إذا تم تجاوز الأحقاد وتكوين صداقات مع أعداء الأمس. إن حلف شمال الأطلسي هو تحالف دفاعي وتعاوني، ولن يبدأ أو يدعم بأي شكل من الأشكال أي عدوان من أي نوع. على ما أعتقد خلال مناسبتين عامتين تحدثت الملكة بعمق وبشكل مؤثر عن مدى اعتمادها على فيليب. كانت تستعمل تلك العبارة الشهيرة: إنه قوتي ومصدر بقائي. من الصعب أن نتخيل أنها كانت ستؤدي دور الملكة بنفس الطريقة بدون وجود الأمير فيليب إلى جانبها. ظل فيليب يؤدي واجباته الملكية حتى التسعينات من عمره. لقد قال مازحا ذات مرة أن عليه العيش مع الملكة حتى 100 عاما، وذلك لإبقاء تشارلز بعيدا عن العرش، لأنهما كان قلقين من أفكاره ومزاجه المتغير دوما، بالإضافة إلى ضعف شخصيته بعض الشيء. لكن مع مرور الوقت تحسنت علاقة فيليب بتشارلز، وكان سعيدا جدا بزواج الأمير ويليام من كيت. كان على يقين أنه مع وجود تشارلز سيكون مستقبل النظام الملكي في أيد أمينة. لقد أحبه أحفاده إلى درجة العشق. كان يصغي إليهم ويقدم لهم النصائح عندما يتحدثون عن مشاكلهم. كان من السهل الذهاب إلى التحدث مع الجد. لقد عشقوه ولديهم احترام كبير لما فعله. الكثير من الناس لا تعلم أن له علاقات جيدة مع العديد من أحفاد أخواته. أتذكر أنه كان يتعين على السكرتير فيليب الخاص السير براين ماكغريث التعامل مع حالات يتم فيها الاتصال بقصر باكنغهام من الهند، والقول مثلا إن لدينا شخصا له مشاكل قانونية يقول إنه حفيد الأمير فيليب دوق إدنبرا. تسببت واحدة أو اثنين من هذه المكالمات في الكثير من المتاعب للقصر. خلال آخر أيام حياته سمحت الملكة للأمير فيليب بالتقاعد والنأي به عن متاعب مصاحبتها خلال زياراتها الكثيرة. في السنوات الأخيرة من حياته كان يدلي بتعليقات غريبة هنا وهناك. لقد أراد الابتعاد عن الجولة الملكية بأكملها
وعن حياة القصر بصفة عامة. انتهى الواجب الملكي للأمير فيليب بعد 65 عاماً من انتهاء مسيرته البحرية بشكل مفاجئ، وبعد مشاركته في أكثر من 22 ألف تظاهرة عامة. لقد كان قادراً على الانحراف والقيام بكل ما يحلو له. انتقل إلى العيش في قصر ساندرينغهام في المزرعة المتواضعة وود فارم الواقعة في الضيعة الملكية. كانت الملكة ودوق إدنبرا يتعاملان مع القصر كأحد المنازل الخاصة ذات الهندسة الجميلة، أين يقضيان أوقات مريحة. لقد كان يشعر بسعادة كبيرة محاطا بعدد قليل من الموظفين لرعايته. كان يقضي أوقاته في التجول في الحديقة، في الرسم والقراءة ومتابعة المراسلات. عندما برقت الملكة إليزابيث الملكة الأم 100 عام، قتل الأمير فيليب وقد كان حينها على ما أعتقد في أواخر السبعينيات من عمره. هل ترغب في أن تبلغ 100 عام؟ قال: يا إلهي، لا أستطيع أن أتخيل شيئا أسوأ من هذا الأمر. بالتأكيد لا أريد ذلك. قبل شهرين من عيد ميلاده 100، توفي فيليب بسبب الشيخوخة في قلعة وينستور، وكانت الملكة بجانبه. أود القول بأن والدي قد قدم خلال 70 عاما الماضية خدمات مهمة وجليلة لهذا البلد. نحن نفتقده بشدة. تم نقل جثمان فيليب بواسطة سيارة لاندروفر من تصميمه. بسبب جائحة فيروس كورونا اضطرت الملكة إلى الجلوس بمفردها. أعتقد أن الناس يترقبون رؤية ردة فعل الملكة بعد وفاة رجل أحبته منذ أن كانت في 13 من عمرها. هناك قلق بشأن كيفية تعاملها مع الحزن المصاحب لوفاته. أعتقد أنها ستجد الأمر صعباً للغاية. لقد فقدت أهم 3 أشخاص في حياتها: والدتها وشقيقتها والآن الأمير فيليب. قلت له: كيف تريد أن يكون ضريحك؟ قال لي: لا أعرف، لقد بذلت قصارى جهدي لإبقاء العرض مستمراً. إذا اعتبرنا الفترة الطويلة لحكم إليزابيث الثانية بمثابة نجاح، فالفضل يعود مناصفة لدوق إدنبرا. لقد ساندها طوال تلك السنوات وفهم كيف يدعمها ويحبها. لقد قدم من عالم يؤمن بأن الرجال وحدهم هم القادة، خاصة مع وجود عدد قليل جدا من النساء على رأس الدول خارج الجزر البريطانية. سوف نتذكر إقدامه وثباته ودعمه الكامل للملكة ولبريطانيا. نعم، لقد كنت أحترمه كثيرا، والآن أنا أفتقده. سترى بعد نظر في بعض الخطب والمحاضرات التي كان يلقيها في الستينيات والسبعينيات. لقد رأيت بعض من الأرشيف الخاص به، وهو بالفعل أرشيف رائع. لقد كان سابقا لعصره، ومعظم الأشياء التي تحدث عنها تابع عملها الأمير تشارلز والآن الأمير ويليام. من أمير فقير إلى بطل حرب وقرين ورجل عائلة، هذا هو إرث فيليب الخاص.
رغم بعض المشاكل التي واجهها، إلا أن فيليب كان القوة الكامنة وراء العرش، وسيكون من الصعب جداً على أفراد العائلة المالكة الأصغر سناً إنجاز ما فعله. لو كتب الله للأبي جورج العيش إلى عمر المماثل، فسيكون أول ملك في القرن 22. نظامنا الملكي في ازدهار مستمر، وهي مؤسسة موجودة بالخلافة. الرؤساء والوزراء يأتون ويذهبون، أما نظامنا الملكي فهو مستمر ومستقر. إنها قصة 1000 سنة من التاريخ، قصة الجزيرة والملوك والملكات والأمراء والأميرات، قصة أشخاص حقيقيين، قصة بشر مثلنا. الملكة والأمير فيليب زوج وزوجة، ولكنهم أيضا الملكة ودوق إدنبرا. كان دائما يدعمها ويسير خلفها كظل يتبعها، ولم يمنعه ذلك من فعل ما يحب. كان أبا وجدا وزوجا وصديقا. يا للروعة. لقد كان الكومنولث وليد تضحيات شعوب قدمت خدماتها لنا، والآن تم تسليمنا هذه الأمانة. بدورنا علينا تقديم التضحيات، وإلا فلن يكون لدينا ما نقدمه لمن يأتي بعدنا، وسيفقد العالم شيئا مهما أكبر من مجرد تصور عظيم.